يا ناس تلعبوا بالدين يا اخ، ما في شيء بعمل شيء، والله الذي لا اله الا هو كلهم كذابين يا اخ، بعمل لك وبنفخك انت 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 بنشر تنفخ الناس ليه؟ وبعمل لك وبكرفسك وملايه تكرفس المسلمين ليه يا اخي؟ وكان ما تكلمت فينا بعوج خشمك ما لقيت شيخ قال لك بزين لك وشك، كلهم بتاعين مضره يا بعوج خشمك يا بنفخك يجيك جيب عتوت ليه؟ كان ما جبت عتوت بقول بحجر انت لين المضره اقلب الحجار عتان، جيب عتوت وديني عتوت شيل انت عتوت شنو الا بس تقلب لي عتاني حجار، كلهم بتاع المضره وبتاع اللخبته، والله الذي لا اله الا تلاقاك شيخ فيه خير لاقاك كلهم عتان ومصايب وبلاوي، شيخ ما شغال اي شيء، اللوري جاء اخر السنه شايل شوالات يكبوها للشيخ ويقول لك انا جدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبتشيل الشوالات جدك الرسول، الرسول ما بشيل الصدقه صح ولا ما صح؟ حرام اهل بيت الرسول حرام ياكلوا شنو؟ الصدقه حرام. وزيدك معلومه الموالي ذاته حرام، موالي الرسول يعني اللي بيعتقن حرام ياكلوا الصدقه ذاته، تجي انت تقول لي انا جدي الرسول وتاكل الصدقه وحلاوه يجيبوها لك بياض غلبتهم الشغله يا اخي، ناس ما عندهم موضوع والله، زول يشيل قروشك 50 وديك عصيده راس مالها 3 جنيه حامضه تاكلها تقول فيها بركه، واحد في الحصايزه هنا والله كلمني كنت شغال على التالي في الحصايزه دينا شغال الله يتقبل، لقاني مغبش كثير رفعني معاه قال لي اذا انا حكي لك كلام انا ضحكت ذاتي والله اسمه منو ما بعرفه، قال لي يا اخي ابوي عنده عقيده في المرين، ناس المرين ذل الطيب ذاك مات واسي البدوي ذا وده بتاع اللخبطه برمي بالعصا زي الشطرنج ذا كله لخبطه ساي، امشي اقرا ايه الكرسي شوفوا تاني برمي زول اقرا ايه ولا ازين له اصلا ما برمي بس ازين، كان ما كهربته دي فصلت وبتعرف الحاصل شو، بعدين الزول له قال لي يا اخي ابوي عنده عقيده في الزول لا رمضان، قال لي في نص رمضان قال لي في ايام رمضان العصريه، قال لا ولدي عشان ارضى عليك امي شس جيب لي عصيده من الزول ده عندهم بركه جيب لي عصيده بتنفعني يا اخي عصيدته، وابو عنده ولده عنده عربيه قال لي قال لي وبس ان دارنا ارضى عليك امي جيب لي عصيده من الشيخ ده، طبعا ما بجوز انت تطاوعه في معصيه، الرسول قال في البخاري انما الطاعه في المعروف، طيب قال لي مشيت منه غشيت اختيه في الشارع في الحصايصه ذاته قلت لها جاي لي عصيده وغبشيها شويه، قال لي جايها العصيده بعدين قال جبتها للشيخ لابوي جيت معاه المغرب قال وقفتها وكنت قال لي مع اختي قال لي جبتها لي قال لي بس هزن كذي شال لي لقمه والله قال لي البركه زهره والله قال لي يا حاج دي بتكل فيها البركه ذاك ما فيه بركه انت يا حاج ما جايب خبر سايه دي لو بنتك فيها بركه ما عارف الحاصل شنو ذاته، قال والله ما شاء الله والله بركته ظاهره، قال ظاهره يا ناس كلها اوهام والله الذي لا اله غيره، هو مين ساي في عصيده يا اخي شايلينها بالكوريك وحامضه ومغشوشين ويقول لك الزول ده باكل الناس، الله ده باكل العالم جد ده باكلهم كسره والله باكلهم جداد، ها تعتقد في منه؟ وده باكل له مسيد فيه 200 نفر والله باكل العالم جد كان اكل اكل الله باكل الناس يد، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، يأكل وماله لكن ده بيعمل كذا ده بتديك عصيدة وبيأكل لحم وتدفع 50 قلت لك راس مال العصيدة 3 47 لغفة هو بيغادي والله ده غير حاجة النسوان وغير تركب من هنا تمشي له في آخر الدنيا المالك الله يقول لك عيان ماشي لمنو الشيخ الله يقول لك الشيخ الليلة ماف ماشى وين والله الشيخ يا أخي ماشى المستشفى وليه الشيخ ماشى المستشفى عيان مش مفروض انت بعد تنتبه تبقى مالك تمشي المستشفى انتظر الشيخ يجي من المستشفى بحقنته ادوها له كان انا بقيت ممرض كان بوري الحاصل
الدول حقنة والدول حبوب، معليش يا جماعة، لكن الناس دول والله يسخر بهم، يسخر بهم لأنهم أساءوا إلى الله، أساءوا إلى الله سبحانه وتعالى. ده دين الله لخبطوك. جاء من الدكتور، انت يا اخي مش مفروض تبقى مالك طوالي تمشي الدكتور منتظره؟ قول له يا الشيخ ما عندك لي محايه، اديه باغك رساله ملان بزاغ، بزاغ معتت تف تف، وقول له الله اشربها فيها البركه. انت مجرم وكت فيها البركه، ما شد الدكتور ليه؟ انت تديني البزاغ وتمشي تاكل تشيل الحبوب صيدليه اليد البيضاء؟ شوف اللخبطه دي عليك الله. وغشون مساكين ساي ولخبطة باسم الدين وبلاوي ثقيلة جدا. وده كل الكتب دي شفتها، لا خلوا تماسيح بكوها، لا خلوا ملائكة قالوا شفعوا لهم، دي ذاته فيه تطور الشيوخ، تطور الشيخ، باب تطور الأولياء. تدخل على الشيخ تلقى شيخ، تمرك تجيب بعد خمسة دقائق تلقى عتود بيتطور، تمرك بعد شوية تلقى حنش، والله كاتبينها باللفظ حنش. فتدخل احيانا على الشيخ فتجده حنشا براو، ما بعرف انا غايته يوم وراني لزول ونسيته تاني. بعد ذاك تاني تدخل عليه تلقى عمك كبير، تاني تلقى شاب. ده ذاته الشيخ بيتطور بيتغير. توم انجري شغلته واضحه، اموره واضحه، والله الذي لا اله غيره. والاتهى والامر، الطيور ذاته ما خلوها، طيور ذاته في الكتاب ده صفحة 198 197 موسى بن يعقوب. وده عشان أنا بعد ده أنتقل لهؤلاء القوم، أديك ملخص كدي وأخش للرسالة الثانية، والناس ماذا إن ساهر بيون أكثر من كده، يتحملوا وصبروا. وإلا في بلاوي كثيرة، ده كمان شوف الكتاب ده، تخلي كده نجيه مرة ثانية. ده فيه الشيخ بيبقى 40 صفحة 44، وفي حاجات كثير شيخ والله بيبقى 40 في الكتاب ده، بعدين تعالوا تأكدوا منه في ده. طيب